السلام عليكم شباب قناة مشروع الوطن العربي، معكم محمود السرنكاوي. النهارده في حلقتنا حاطط عليكم مجموعة تمارين لتكوير الصدر ورفعه بشكل دائري. قبل اي حاجه، عشان احنا بتاعتين دايما ما تنسوش انكم تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا كره توصلكم كل الفيديوهات الجديده. يلا بينا نبدا الفيديو. من قبل ما اعرض عليكم التمرين الاول، او كمان من قبل ما اعرض عليكم بقيه التمارين، عايز اقول لكم ان كل تمارين اللي انا حاطط عليكم ان شاء الله في فيديو النهارده، او كمان اللي احنا هنعمله مع بعض، هيساعدوا ويساهموا بشكل كبير جدا على تكوين منطقه الصدر، وكمان برضو بنفس الوقت رفع منطقه الصدر للاعلى بشكل دائري. وكمان التمارين دي بتعتبر من اكتر التمارين اللي دايما كل البنات وكل السيدات بيطلبوها مني. فلو انتوا عايزين تعرفوا معلومات اكتر او نصايح اكتر تساعد بجانب التمارين على انكم توصلوا للنتيجه اللي انتوا عايزينها في فتره قصيره جدا، افتحوا الديسكربشن او الوصف تحت الفيديو، هتلاقوني كاتب وشارح كل حاجه بالتفصيل الممل. حلو قوي. دلوقتي بقى التمرين الاول اللي احنا هنعمله مع بعض محتاج تركيز وهدوء اعصاب وتحكم في الحركه نفسها، وهنعمل التمرين ده مع بعض 4 مجموعات 15 عد. يلا بينا. دلوقتي هنعمل مع بعض حارت عليكم التمرين الثاني. التمرين الثاني قريب بالظبط من التمرين الاول، ولكن هيكون فيه بعض الاختلاف في الحركه نفسها، وهنعمل التمرين ده برضه مع بعض 4 مجموعات في 15 عد. يلا بينا. We'll be right back.
دلوقتي حارت عليكم وهنعمل مع بعض التمرين التالت. التمرين التالت مختلف تماما عن اول تمرينتين احنا عملناهم مع بعض، وبرده محتاج تركيز وهدوء اعصاب وتحكم في الحركه نفسها. وهنعمل التمرين ده مع بعض 4 مجموعات في 15 عد. يلا بينا. واخيرا حارت عليكم التمرين الرابع والاخير. التمرين الرابع برضه محتاج تركيز وهدوء اعصاب وتحكم في الحركه نفسها، وهنعمل التمرين ده مع بعض 4 مجموعات في 10 عدات. يلا بينا. كده احنا خلصنا حلقتنا زي ما احنا بتاعتين دايما. اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار ارد عليك كومنت تحت، وان شاء الله هجاوب عليكم في اقرب وقت. او تقدروا تتواصلوا معايا على الفيسبوك او انستغرام، ان شاء الله مش هتاخر عليكم. ما تنسوش انكم تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا كره مصلكم كل فيديوهات جديده كمان برده بنفس الوقت. ما تنسوش انكم تتفرجوا على كل فيديوهات الفاتت عشان تستفيدوا منها. السلام عليكم.